على ذكر الكهرباء لقينا دولة شقيقة اللي هي دولة الكويت يوم 19 ويوم 20 اللي فاتوا اتقطع فيها النور في عدد من المناطق. دولة الكويت هي دولة عندها انتاج نفطي واضح، عندها طاقة واضحة، وهي دولة غنية، فعندها الامكانيات انها يبقى عندها نظام كهرباء في استدامة. فلمدة يومين دولة الكويت كان عندها اضطراب في خدمات الكهرباء في عدة مناطق، في مناطق كثيرة داخل دولة الكويت. والوزارة هناك أعلنت أنه حيتم تخفيف الأحمال أيضا في مناطق في الكويت. طبعا هذه المسألة أثارت الكثير من التساؤلات، وطبعا في ناس كتبت بقى هنا في مصر ما هو ما انتوا شايفين كده. يعني الأستاذ ماضي خميس رئيس الجمعية الكويتية للإعلام، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ عمرو، سعيد يعني التواصل معك وبجمهورك العزيز، أهلا وسهلا فيك. أستاذ ماضي، إيه حكاية الكهرباء في الكويت؟ اشرح لنا إيه الموضوع. طبعا يعني لا يخفى عليك شخصيا وعلى كثير من المتابعين أكيد أن الكويت تعتبر من يعني أكثر من أكثر البقاع أو المدن حرارة في العالم، يعني خاصة في هذا التوقيت. والكهرباء الحرارة وصلت في الأيام الأخيرة، قفزت عن معدلات في السنوات اللي فاتت 13%، هذا حسب إحصاءات وزارة الكهرباء نفسها، يعني زادت 13% الحرارة عن الفترة أو السنوات المقارنة بالسنوات اللي فاتت، يعني تجاوزت في أول يوم حصل فيه الانقطاع تجاوزت 52%، وهذا أدى طبعا إلى حدوث خلل في محطات توليد الكهرباء، وأدى إلى وجود انقطاع في كثير من المدن. ويعني قامت الحكومة ومثل وزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات اللي هي القطع المبرمج على عدة نواحي، وبدأ القطع في بعض المنازل، ثم أصبح القطع يتجه إلى القطاعات الصناعية والزراعية بدلا من القطاعات السكنية. وفي الأيام الأخيرة يعني استطاعت يعني تجاوز هذه الأزمة شكليا أو يعني بعدة حلول، مثل ربط الخليج الذي ساعد بقوة، يعني استطاعت الكويت. أنا فهمت أنه يعني أنه دول الخليج دعمت الكويت بشحنات كهرباء. نعم، تم رفع نسبة الربط الخليجي في الكهرباء إلى الضعف وأكثر من الضعف، يعني وهذا كل الشكر والتقدير لدول الخليج على هذه الوقفة، وهذا هو يعني تآخي الخليج. طيب عايز أفهم يعني النور بتقطع كل يوم ولا يوم ويوم لا، وبتقطع قد ايه؟ لا هم عملوا قطع مبرمج لا يزيد عن ساعتين في اليوم، ويتم إخبار الناس عن المناطق التي سيتم القطع عليها. في أول أيام تم قطع عن بعض المناطق السكنية، في الأيام الأخيرة حاليا أصبح القطع يوجه إلى القطاعات الزراعية، يعني المزارع وغيرها، والقطاعات الصناعية، المصانع والمحلات. يعني لم يعد أيضا بعض أستاذ ماضي لم يعد هناك قطع نور. نعم. للمساكن بشكل عام، يمكن بشكل محدود يوجد بشكل محدود وبوقت قصير، ولكن بشكل عام لا يوجد مثل ما كان في أول أيام اللي هي الأسبوع اللي فات. يعني بشكل فإحنا عام بقالنا يعني بقالنا كم يوم بيتقطع النور في الكويت؟ بقالنا تقريبا يعني من حوالي أسبوع، يعني تقريبا من حوالي أسبوع. هم وعدوا وزارة الكهرباء أن مع مطلع الشهر القادم تكون هذه الأزمة انحلت، إلى يعني بتشغيل عندهم عدة محطات توليد كهرباء كانت تحت الصيانة فعجلوا في صيانتها، وزيادة ومضاعفة الإنتاج، فهذا راح يؤدي إلى يعني تسريع، وأن إن شاء الله هذه الأزمة تنتهي في مطلع الشهر القادم، يعني شهر يوليو القادم. ف
فهي إن شاء الله يعني مجموعة عدة أيام اللي يعني صار فيها عرضة، وهذه طبعا ليست كافية. الآن الحلول للسنوات المقبلة يعني إن شاء الله نتجاوز هذه الأزمة. ولكن أستاذ ماضي، المفروض بسم الله ما شاء الله دولة الكويت دولة نفطية، صحيح، وبسم الله ما شاء الله نعم. دولة الكويت دولة غنية. إيه اللي وصل الأمر لهذا الأمر؟ يعني أنت المفروض تكون عندك محطات كبيرة ويكون عندك طاقة تغذي هذه المحطات. والله كلامك دقيق 100%. يعني إحنا يعني مرت الأمور بظروف غير يعني في الخاصة في بعض السنوات الأخيرة، ظروف غير منتظمة وبقرارات يعني لم تكن حاسمة بهذا الاتجاه. ويمكن ما يخفى عليك كثر تغيير الحكومات في الفترة اللي فاتت وكثر الأزمات أدى إلى وجود بعض الخلل في قطاع الكهرباء وفي بعض القطاعات الأخرى. وهذه الظروف طبعا قاعد ندفع ثمنها حاليا، ولكن ان شاء الله يعني الان في المرحله المقبله مثل ما يعني وعدوا خاصه في موضوع الكهرباء سيتم يعني وضع الحلول النهائيه والجذريه لها، يعني ب يعني ايجاد محطات توليد طاقه جديده وايجاد حلول يعني كبيره وحلول دائمه مستدامه وليست حلول مؤقته مثل ما نعاني منها حاليا. يعني يعني النهارده ماضي في بيتك، انا معلش بقول له ماضي لانه احنا اصدقاء من عمر طويل. ايوه النهارده عمر كبير. ايوه النهارده يا ماضي في بيتك النور اتقطع ولا ما اتقطعش؟ لا 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 ما تقطع، لا لا ما تقطع في البيوت، ما تقطع بقاله كم يوم لم يقطع الكهرباء، يعني لم تقطع الكهرباء في البيت يعني لا اليوم ولا امس ولا اول امس. يعني ما انا كان فهمت انه في اول الايام كان في ناس بتنزل تروح المولات، يعني بينزلوا يروحوا المولات علشان 40 تكييف. 40 ايوه 40 منطقة سكنية، تدري انت الكويت يعني احنا منطقة صغيرة، يعني في 40 منطقة سكنية عدد كبير يعني تم القطع عليها في الكهرباء، والناس اصبحت تروح المولات، تروح الفنادق، تروح يعني بعض الاماكن اللي يعني يوجد عندها حلول بوجود يعني جنريتر معين او خاص لهم. فأكيد يعني كانت أزمة مفاجئة. احنا يعني كنا نلوم وزارة الكهرباء بالذات ان هم ما كانوا يعني ماخذين اجراءاتهم، لان يعني اكيد عندهم مؤشرات مثل اي اجهزة اخرى، يعني عندها مؤشرات لوقوع او يعني احتمالية وقوع أزمة بهذا الشكل، فكان المفترض اخذ الاحترازات قبل وقوع الأزمة. ولكن انا اعتقد ايضا سرعة التدارك الامر والتعاون الخليجي الكبير صراحة والملحوظ والمقدر أدى إلى يعني خفة يعني وطأة يعني شدة هذه الأزمة، وإن شاء الله تكون يعني أزمة عابرة ومثل ما وعدوا بإيجاد حلول دائمة وليست حلول مؤقتة. ماضي أنا شفت النهاردة حد كان بيقيس درجة الحرارة في الرمال كانت واصلة 60، في حاجة كده في 60؟ أكيد في الرمال، يعني أنا أقول لك 52، هذا كلام رسمي، 52 في الظل اليوم اللي حدثت فيه الانقطاع 40 منطقة كانت 52 في الظل، في القياس في الظل، فأكيد في الرملة وفي الصحراء أكيد فوق 60 يعني. وأكيد لما تدخل شفنا، أنت شفت واحد بيقيس، احنا شفنا ناس بتطبخ بيض على يعني على غطى السيارة وبتعمل يعني لا لا أكيد الحرارة يعني. واحنا لسه انت تعرف بالكويت هو اغسطس هو شهر 8 هو العز الحر يعني، فمتنبئين بموجة حر يعني كان الله في العون شديدة يعني. ماضي اجيلك بقى اليومين الجايين دول نقعد ننبسط سوا بقى. لازم تيجي تنبسط، اكيد تيجي تنبسط. اهلا وسهلا. اهلا، شكرا الاستاذ ماضي خميس رئيس الجمعية الكويتية للإعلام، بشكرك شكرا جزيلا.